نحن ذا على دروب كنزنا نسير معا وأمالنا تسير قبلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في الحلقة الثالثة من لعبة فالهايم. في الحلقة الماضية ذبحت الزعيم الأول، في هذه الحلقة راح أكمل إن شاء الله، راح أوصل للزعيم الثالث. لكن قبل ما أروح للزعيم الثالث عندي عدة أشياء بسويها. أول شيء بوريكم المستجدات في البيت. هذه غرفة الصناديق، حطيتها طبقين، صندوق تحت صندوق فوق، وهنا عندي الفران، هنا الطبخ راح يكون، وعندي هنا غرفة أو الورشة اللي أسوي فيها الأدوات حقتي وكل شيء. فحطيت هذه الكراسي عشان تزيد الراحة عندي، وعندي هنا الأفران. هنا عندي، شوف كم جمعت والله كثير. وعندي هنا هذه إن شاء الله راح أجيب فيها خنزير اليوم بإذن الله، راح تكون مزرعة خنزير. وعندي هنا كمان، أو صح، هنا عندي هذا التليبورت، سويته عشان إذا رحت المنطقة الجديدة على طول أسوي تليبورت وأجي عن طريق التليبورت. وهنا راح أسوي إن شاء الله مزرعة الجزر، فراح نبدأ مع مزرعة الجزر على طول. وصح قبل مزرعة الجزر كمان أسلحتي زبطتها، شوفوا عندي هذا البيكوكس بالبرونز، عندي السيف بالبرونز، السهم لا بالفاين وود، وعندي الملابس كلها من الترول، كلها لفل واحد، لكن يلا ان شاء الله انها تزبطنا. المشكلة ترول نادر ما ألقى كثير، كنت بطورها بس ما ألقى ترول كثير، فخلينا نزبط مزرعة الجزر. طيب عشان أسوي مزرعة الجزر أحتاج هذه الأداة. الأداة هذه تحتاج 4 كور وود عندي، وتحتاج 5 برونز عندي 4، فبسوي برونز. جبت الأدوات حقته، حلو، الحين أقدر أسويها. Let's go. شوفوا طلعت لي الأدوات. طيب أول شيء نزبط الأرض إنها تكون أرض زراعية، حلوين. بعد كذا نحط البذور. طيب هنا واحدة، هنا واحدة، اوكي خلصنا، زرعت كل الجزر اللي معايا. فهذه مزرعة الجزر، احتاج الحين وقت بس لين تنمو. اذا مكتوب هيلثي كذا يعني كويس وضعها، مرات يكتب لك انه ما في مساحة عشان تنمو، بس في الجزر ما تلاحظها كثير، في الاشجار تلاحظها. طيب الحين الخطوة الثانية ان نزبط مزرعة الخنازير، فاحتاج خنازير، لو يكون بنجمة افضل، لو بدون نجمة بمشي فيه لين بعدين قالي واحد بنجمة. فالهدف الحين اني اجيب خنزير. اوكي اوكي هذا خنزير. اول شيء اسويه ابني ذا الشيء، ليش ما اقدر؟ ايوه حلو. بعدين ابني كذا، كا تعال. حلو حشرته. الحين كل اللي اسويه اني ارمي له اكل، نرمي له نص هذا اللي معايا. لا لا يا ربي، ايوه اخيرا، كل كل كل، ايوه جات قلوب خضراء. الحين يبدأ تروية، خلاص خلاص كل كل بالعافية. اوكي هنا خنزير ثاني، حلوين. والحلو في الموضوع انهم جنب البيت. اوكي 2%، اوكي حلو، بدأ يتروض. اوه جاني ها بور هاز، صار في التيم حقي. يب يلا يلا نفك له، تعال يلا تعال تعال. تعال هنا 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 حبيبي هنا. بيذبحوا وخر هنا يا حلو. شكي بقعد ادفه كذا لين يوصل المزرعة حقته. هيا خذ لك تعال
بسرعة بسرعة بسرعة. نقلع هناك. يلا يلا يلا. قفل عليه. فك الباب. أخيرا أمسك وأكل. لأن أنا عندي رحلة صراحة. الحمد لله الحين يقدرون يجيبون لي عيال ونسويهم مشاوي بإذن الله. لأن قهروني والله. أتوقع في طريقة أسهل إني أجيبهم لكن ما أدري. المهم إني جبتهم. انتهى الموضوع. الحين بس أخليهم هنا وإن شاء الله يعبون المكان عيال. الحين 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 الرحلة من جد. أول شيء خليني أقفل أبواب البيت. طيب الحين رحلة الانطلاق حقتنا بتكون من هنا. أنا رحت قبل مت هنا للأسف. مت غرقا. فالحين رحلة الانطلاق بتكون من هنا والوجهة بتكون هنا. فيلا أوكي. طيب هنا بيكون الميناء حقنا اللي بنبحر منه. فنحط على السفينة هذه. طيب بسم الله نطلع السفينة. دقيقة هو في درج هنا في الجهة هذه. فلتس جو. أوه بالريوس حلو. هذه السفينة سريعة. السفينة الأولى اللي سويتها جدا بطيئة. ها نحن ذا على دروب كنزنا نسير معا وأمالنا تسير قبلنا من غيرنا يقطع يوما مثلنا دربا خطيرا إلى الجزيرة من غيرنا. أوكي وصلت مكان جديد اسمه بلانس. أتوقع أنه هو هذا المنطقة اللي يعني راح أحارب فيها الزعيم. قربت جدا. أوكي في بيوت وفي يا أخي وخر يا أخي إيش فيه. نوقف سفينتنا عند الشاطئ هذا وننزل. طيب نسوي التليبورت حقنا. انجلت. اشرد اشرد. اشوني سويت التليبورت. هذه النحلة اللي لسعتني. الو ايش فيه. النحلة ذي ما بتخليني. سفينتي تكسرت. الله يقلع. أحاول أذبحها. المشكلة ما أقدر أضربها. سفينتي فين القطع حقتها؟ أيوة هذه هي. حلو حلو أخذتها. يا ولد أنا شكي جيت مكان لسه بدري علي أجي. الله ياخذها هذه الدبانة. ايش في؟ ازبن هنا ازبن هنا. ان شاء الله انها ما جوت. يب ما جوت. الحين فجأة لقيها عندي. بسرعة كل. والله صراحة المكان ما يطمن أبدا. طيب بعدين بعدين استكشف. لازم أشرد من هنا. هنا الذباب هذا طفشني. يا ويلي وخروا وخروا وخروا. مرة ما بتضرب مع أحد. هيا قول لي كمان لسه أحتاج سفينة. حلو حلو لوت السفينة معايا. طيب اللي بسويه الحين اني باخذ التليبورت من هنا وبوديه مكان ثاني. اخذت انا الطوفان حول الجزيرة لكن بسرعة بسرعة خايف تجيني الدبان الحين. بسرعة اخذ اللوت حق السفينة حق التليبورت ويلا. طيب الالدر هنا
أنا جيت كذا لفة، لأن هذه صراحة المنطقة جدا خطيرة، أنا أبغى أجي هنا في المنطقة هذه. ما أدري هل هي بنفس الخطورة أو لا، لكن ما أدري، هذه جدا جدا سيئة. يا ربي جات الذبانة، وخري وخري وخري، الله يخرجنا، قاعدة تكسر في السفينة. طيب هنا في عظمي، بس ما أدري هل هو قوي ولا نفس أخويانا. حلو حلو، مديني عليه. طيب أوكي، وش يخليني أكل؟ لأن وضعي مزري جدا. أوكي هنا الزعيم، حلو 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 حلو، مرة حلو. طيب الحين إيش بسوي؟ الحين أول شيء بسوي لي تليبورت، وثاني شيء بكسر الرسبون ده عشان ما يجوني وأنا أفايت. حلو. طيب ثاني شيء بغطي التليبورت. أوكي ما عندي موارد. ثالث شيء بحط علامة. طيب جهز من ناحية الأكل، اللي هو أعطي لي طلة كذا، ما في أحد قريب فحلو. يلا بسم الله، السهم، تأكد إني حط الأسهم النارية. يب، حط المية، إن شاء الله إنها تكفي. هنا راح يرسبن، حط قوة، استامنا. الله يخرجنا. غثيث غثيث. يا ربي الشاشة قاعدة تهتز. ليش مو قاعد يدمج من السهم؟ ما اشوف ارقام 35 هذه، ما عاد اشوفها. ايوه ده تمام. هذا الشيء بالازرق، خلينا نذبح بسرعه. انقلع يا ربي. لا لا لا، كذا كثير والله، كذا كثير. هيكل عظمي لا، ما اتفقنا. لا بس اندس ورا هذه وارجع عطو. اذا استدعى هذه غير مكانك ايزي. وإذا جاك عاد افقع. والله يكسر الغابة كلها. ما شاء الله، ايمك ايمك، هنا هنا استدعى عياله. اوكي اوكي، بقيله شعره. ايش رايك تاخذ شرف اني اذبحك بالسيف؟ والله فكرة حلوة صراحة، بس خلي الهيل الحقي يتعبى وشويك. يلا شرف اني ذبحت بالسيف، ابلع. طيب ما معي مكان اصلا للاغراض اللي بيطلعها. اوكي راسه ومفتاح. طيب نروح نعلق راسه. المفتاح هذا اتوقع عشان يفك لي دنجنات اللي فيها الحديد، فالهدف اني اجمع حديد.
طيب بسم الله الحين نعلق راسه هنا. يس نسوي ناخذ القوه حقته نشوف ايش تسوي. طيب ما اقدر بعد 7 دقائق اقدر اسويها. حاليا بقينا 3 وحوش 1 2 3 فان شاء الله يمدينا. طيب يقولك قوته تخليك تقطع الشجر الخشب اسرع. ايش القوه البايخه هذه؟ خليني اخذها. اذا بجمع خشب احطها. طيب الى هنا كفايه بالنسبه لحلقه اليوم، ان شاء الله عجبتكم. بحاول انا اشوف ايش فايده المفتاح هذا، اتوقع انه بيوصلني للحديد، فراح اشوف وين اقدر افتح الابواب وزي كذا. فالى هنا يعطيكم الف عافيه، نشوفكم باذن الله في الحلقات الجايه. السلام عليكم.